بالنسبه للثمن ديال الخضره هاد 3 ايام هادي ولا سميتو كاين شويه الثمن طالع شي شويه، تما كتعرفوا كيف العاده العواشر وداكشي كيكون واحد الزياده في الطلب، ايوا والعرض كيبقى هو من الاثمنه على العموم مستقره، ما كاينش شي زيادات بزاف باستثناء البصله والجلبانه دي شويه الثمن ديالهم طلع، ما بالنسبه لكافه الخضار الاخرين باقي الثمن ديالهم مستقر عادي. البطاطا ما بين 6 دراهم 7 دراهم حاجه مزيانه، غادي تهضر على كاليتي مزيانه، مطيشه حتى هي كذلك 6 دراهم 7 دراهم، ثمن البصله اللي طالع شويه دابا اليوم هو وصل حتى ل 15 درهم. هاد الايام هذه اللي فاتت كانت ب 10 دراهم 12 درهم، وما بين البارح واليوم واصله 15 درهم، هي والجلبانه حتى هي وصلت 18 درهم. بالنسبة للخضر الاخرين الفلفلات النجال الخيار ما بين 8 10 دراهم، الثمن المستقر. الديسير كل شيء موجود، الخضار كلها بالنسبة للفواكه كلهم واجدين باستثناء الافوكا، الافوكا طالعة شي شوية دابا واصلة 40 درهم وحاجة مزيانة كاع واصلة حتى ل 45 درهم. الموسم تيحكم بحال هاد الوقيته ديال البصله تتكون واحد المرحله انتقاليه، كاينه ديك البصله الخضاريه وداكشي رخيصه في المتناول 5 6 دراهم، وهاد البصله اليابسه تتكون قديمه ما بقاتش، هذا الاخ هاد الموسم ديالها هذاك علاش كتطلع وتيكون عليها طلب هاد الوقيته، الناس كيبغيو يصابوا بسيطلات وتيبغيو يصابوا هاد المسائل هادي، هذاك علاش تتغلى، وكل عام تيوقع هاد الشيء ماشي اول مره، وحتى الطلب انتم كتعرفوا مع رمضان وهذا الاسبوع الاول رمضان الناس كيبغي يتقداو ويعموا الثلاجه ويعموا الناس يكونوا الضيافات ويكونوا المناسبات. بالنسبة للأيامات الأخرى اللي تتكون ما كاينش بنادم حامس بزاف تتكون السلعة رخيصة، دابا كاين كلشي طالب السلعة، هادشي علاش. وعلى بالنسبة للمناسبة بحال هكا ماشي مشكل، حيت الفلاح مسكين هو اللي تياكل فيه العصا. رمضان هادي بزاف غالية بزاف، أو اللي سولتي عليها غالية بصلة اي حاجه غاليه ما فهمتش انا هادو، وفي اذاعات يقولوا راه السلعه مرخوفه ملي تتمشي مباشره تتلقاها غاليه، هادشي اللي ما فهمتش. دابا انا ما عندنا ما نديرو، اللي درويش كي غيدير تا غيعيش، شي بزاف مشكله. هي مزيانه بالنسبه للحاجه اللي مليحه الثمن ديالها عادي، وهذا حاجه كما تنقولوا حنا المليح بالثمن ديالو هذا هو اللي كاين. لا عادي بالنسبه لمناسبه رمضان هي هذه نورمال عادي، انا ديما تنتقدا هنايا، المهم الحاجه اللي مليحه الثمن ديالها مزيان.